بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين. معاك عبد الله السكري. ان شاء الله النهارده هناخد تايم، ازاي اشوف الوقت في الروبي، يعني ازاي اعرف الوقت في الروبي. طبعا الوقت والتايم ده مهم جدا في اي لغه برمجه، لازم ابقى عارف ازاي اتعامل مع التايم. اوكي، انا هقول لك ازاي نتعامل مع التايم، نطلع الداي والاور والمينتس والسكند والزون المنطقه وكل حاجه. تمام. التايم هياخد مننا درسين، يعني الدرس ده والدرس الجاي يكون خلصنا التايم. وهندخل على اصعب الدروس وهي الفانكشن او الديفينيشن او الميثودز والاوبجكتيات البروجرامنج اللي هي الكلاس. تمام، انا احتمال اعمل لهم دار لوحدهم، انا احتمال اعمل لهم بلاي ليست لوحدها اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامنج او الكلاس. اوكي. عندنا البوتس، طبعا هنا ده امثله يعني على فكره. اوكي، امثله للحاجات دي. ازاي اطبع الاول التايم؟ مجرد ما اكتب تايم بقى، بس لاحظ ان التي كابيتال، تايم دوت نيو هيطلع لي النيو تايم بتاعي. تمام. فقلت بوتس تي تايم دوت نيو بالشكل ده كده هيطبع لي الوقت. تعال نشوف كده هل هيطبع الوقت ولا لا. قال لي فعلا الوقت اهو، ده الوقت بتاعي، ده الوقت بتاعي. طبعا الوقت عندي مش مظبوط قوي على في اللابتوب. اوكي، تقريبا 11 مساء وحاجه. اوكي، وهنا الجزء بتاعي طبعا احنا ممكن نظبطه اكتر من كده. هو قال التايم دوت نيو، راح جاي مديني الوقت ده، ده الوقت اللي هو بالوقت بالتاريخ وكله. تعال نقسمه حته حته كده. لو قلت التايم دوت يير، تايم دوت مانس، تايم دوت داي، تايم دوت دبليو داي، فانت بتاخد الحاجه اللي انت عاوز تطلعها بس. اوكي، فانا هقول مثلا تايم دوت يير، مثلا عاوزين نعرف السنه اللي احنا موجودين فيها. اوكي، شغل. قال لك هنا كلاس تايم، قال لك يير، قال لك undefined year for time class. قال لك انت لازم الاول تستخدم ده كله وتخزنه. يعني مثلا اقول هنا تايم كفاريبل واقول له ان هو تايم دوت نيو بالشكل ده كده انا خزنت التايم في فاريبل. وقال لك لازم تكون هو مش كلاس ولا اوبجكت. فقلت له بوتس متغير اسمه تايم دوت يير. اوكي، هل هنشوف هيطلع خطا ولا لا؟ تمام، ما طلعش خطا. قال 2016، فعلا 2016. شوف كده، قال لك في 2016. تمام، تعال نشوف المانث، الشهر اللي احنا فيه. قال له مانث بوتس متغير تايم دوت مانث. اوكي، عاوزين نشوف المانث. اوكي، كنترول اس، نشوف المانث. قال لك 9. تعالوا نشوف الدي، هنقوم نشوف الدي احنا في يوم كام. قال لك احنا في يوم 13. تعال نشوف الدبليو داي. لا، لاحظ ان كلمه دبليو داي بيديك از وان ساندي، يعني بيقول لك مثلا 0 داي اوف ويكس او 0 از ساندي، فبيبدا ان يديك. هتشوف دلوقتي النتيجه، افهمها لك دلوقتي. قلت دوت ار بي، قال لك 2، يعني بيحسب لك اليوم بالارقام، يعني الدي دبليو داي يعني عدد في الويك، اليوم في، يعني اليوم ده في الاسبوع، يعني هيحسب لك اليوم ده في الاسبوع، فاهمني؟ لانه ده الويك داي. هنا الواي داي اللي بيسموه داي اوف يير، يعني هنا الداي بالنسبه للاسبوع وهنا الداي بالنسبه للسنه. تمام، فلما اقول له واي، اوكي، نروح هنا بالنسبه للسنه، قال لك 257. يعني بالنسبه للسنه ده الداي 257، بالنسبه للاسبوع ده الداي 2. اوكي، بيديك الرقم بتاعه. الاور، الساعه. حلو، ناخد الاور، ناخد الاور بالشكل ده كده. قال لك 23. تمام، طب تعالى ناخد المينت، الدقيقه، دقايق. قال لك 53 دقيقه. اوكي، تعال نشوف السكند. اوكي، قال لك 25 ثانيه. طيب تعال نشوف اليو سكند، هيقول لك هنا في اليو سكند قال لك الاتي. اليو سكند اللي هو اصغر من السكند، اللي هو العد، العد اللي بتوصل للسكند، يعني لما يوصل للسكند يسموه يو سكند. اوكي، طيب
الزون، الزون بتاعي، الزون بتاعي فين؟ انا عاوز اعرف الزون. اوكي تعال نشوف الزون، قال لك اي اي تي ده الزون بتاعي. تمام، اعتقد الموضوع سهل. تمام، انت مش محتاج مين ايه؟ لا مش محتاج الا الداي والمانس والير والاور والمينتس والسكند، يعني هحتاج دول، هحتاج بقيه الحاجات دي يعني، هحتاج بالنسبه للاسبوع والويكس ده، يعني هنعمل عدد مش هنحتاج الكلام ده قوي يعني. تمام، اتمنى يكون درسنا عجبكم وشكرا ليكم.